بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن رأينا في الحصة السابقة أصل العثمانيين وموطنهم الأصلي ونزوحهم في اتجاه شبه جزيرة الأناضول أواخر القرن الثالث عشر الميلادي وظروف نشأتهم بعد أن أقطعهم سلاجقة الروم، إحدى المقاطعات الصغيرة التي ستكون سبباً في استقرارهم وتوسعهم مستفيدين من الظروف التي كانت تعرفها المنطقة آنذاك. سنتعرف اليوم عن ظروف تحولهم من الإمارة إلى الدولة مع عثمان بيك، عثمان الأول المؤسس لهذه الدولة، وبداية تطلعهم إلى بسط نفوذهم مع السلاطين الأولين. ونعود إلى عثمان بيك، فبعد وفاة أرطغرل احتل ابنه عثمان بيك أو عثمان الأول أو كما كانت تسميه المصادر أبو الملوك السلطان الغازي عثمان خان الأول، وقد لقب بمجموعة من الألقاب من بينها محي الدين، فخر الدين، وعين إذن قلنا مكان أبيه ليصبح زعيم عشيرة كاي التركية وعامل سلاجقة الروم ومؤسس للسلالة العثمانية التي حكمت ما يقرب ستة قرون، فربط علاقات مع مسيحي المناطق المجاورة واستفاد من بعضهم بإيداع متاعه في إحدى قلاعهم كلما حلت رحلة الصيد، في حين اندلعت مع إمارات مسيحية أخرى بعض المناوشات كلفته موت ابنيه سارياطي وبايخوجا، فاستنجد بالسلطان السلجوقي الذي وصل بنفسه للدفاع عن المكتسبات التي حققها عثمان، إلا أنه اضطر إلى الرجوع بسبب الغزو المغولي، فتمكن عثمان من الدخول إلى مدينة إريغلي، وبمجرد دخوله لهذه المدينة بعث إلى السلطان السلجوقي يخبره بالبشرى، فشرع في تنظيم إماراته وحول الكنائس إلى جوامع وأنشأ سوقا يرتاده سكان تلك الجهات بما في ذلك المناطق التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية. أظهر إذن عثمان براعة سياسية في علاقته مع جيرانه، واهتم بعقد تحالفات مع الإمارات التركمانية المجاورة، ولاستكمال توسعاته وجه نشاطه العسكري نحو الأراضي البيزنطية، وقد شجعه على ذلك حالة الضعف التي دبت في جسم هذه الإمبراطورية وفي أجهزتها وانهماكها في الحروب مع أوروبا، فأتاحت له كل هذه الظروف التوسع باتجاه غربي الأناضول في عبور أيضا الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية. وفي سنة 1291 فتح مدينة قره جهد حصار التي كانت تقع جنوب سوغوت وجعلها قاعدة له، وأمر بإقامة الخطبة باسمه، وهو أول مظهر من مظاهر السيادة والسلطة، ومن هذه المنطقة قاد عشيرته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود، واستطاع أيضا أن يخلق نوع من الإدارة التي ستنظم سير الأمور في هذه الدولة الناشئة. وما ساعده على هذا التطور السريع الذي أصبحت عليه هذه الدولة وتراجع السلطان السلجوقي الذي كان سببا في توطيد هذه السلطة الجديدة، والتي كان هو يعتبر غازي وحارس للحدود التي كان يحكمها سلاجقة الروم. إذن فعليه نجد أن الغزو أو الجهاد كان عامل مهم في تأسيس هذه الدولة الناشئة، ولا ننسى وقوفهم لأول مرة في عهد أرطغرل بجانب سلطان السلاجقة ضد الأعداء الغير المسلمين، وهذا الذي كان سببا في انتصار السلاجقة.
ومنحهم أراضي. كانت هذه الأراضي كما رأينا هي بؤرة المملكة الشاسعة التي ستمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وقد كان مجتمع تلك الإمارات الحدودية ينسجم مع نموذج حضاري خاص متشبه بمثال الجهاد الدائم لتوسيع دار الإسلام. فكان الغزو يمثل واجبا دينيا يدفع المؤمنين إلى كل أشكال المخاطرة والتضحية. وكان كل المساهمين في هذه الحملات يحملون اسم عثماني. فبدأت هذه التسمية تطلق شيئا فشيئا على كل سكان التخوم المحادية، بل وحتى داخل إمارة التخوم التي كانت تدعم الجهود العسكرية للإمارة العثمانية. وسارع عثمان بإعلان استقلاله عن السلاجقة، فكان بذلك مؤسس دولة تركية كبرى نسبت إليه فيما بعد وعرفت بالدولة العثمانية. واتخذ له راية تحتوي على الهلال والنجمة، وهو العلم التركي الحالي إلى يومنا هذا. كما اشتهر عثمان الأول ببساطة العيش والملبس وبتأثره بمعتقدات الدراويش والصوفية، فكان بعيد كل البعد عن الترف والبذخ. وبذلك نجد أنه حافظ على نمط عيشه كشيخ لعشيرة كي، كما حافظ على التقاليد القديمة التي تحكم العلاقة ما بين الشيخ وأفراد عشيرته. فظل عثمان يحكم هذه الدولة أو الإمارة الجديدة حتى سنة 1326 وبصفته سلطان مستقل. وفي هذه السنة استطاع ابنه أورخان فتح بورصة الواقع على مقربة من محر مرمرة، بعد أن فتح كافة المناطق المجاورة لها والقلاع والحصون والتي حاصرها مدة 10 سنوات. خلال هذه الفترة مرض عثمان مرض الموت، فما لبث أن توفي عن سن 70 سنة. ونقل جثمانه إلى بورصة حيث دفن بها، ويقال أن ذلك كان حسب وصيته، الأمر الذي جعل هذه المدينة تعتبر مدينة ذات رمزية كبيرة لدى العثمانيين في الفترات اللاحقة. وبعده سيستمر مسلسل إخداع الإمارات في عهد السلطان أوراخان موازيا لحركة الجهاد ضد الإمبراطورية البيزنطية، حيث كان القضاء المبرم على إمارات قارة سنة 1343. وقد اشتهر أوراخان عهده بعلو الهمة والشجاعة والإقدام، وكل هذا كان سبب من الأسباب التي جعلته يستولي على بورصة ويصبح فيها سلطانا وملكا حقيقيا، كما كانت من بين الأسباب التي جعلت عثمان يوصي بالعهد له وهو ثاني أولاده، ولم يوصي بها لبكر أولاده على الدين لميل هذا الأخير إلى الورع والعزلة. ومن حسن حظ هذه الدولة الفتية أن علاء الدين لم يعارض في هذه الوصية التي حرمته من ملك عظيم، واكتفى بوزارة المملكة. وأصبحت شهرة هذا السلطان العثماني الجديد في كل المناطق، وأصبح يعرف بسلطان الغزاة وغازي ابن الغازي نسبة إلى أبي عثمان الغازي. كما لقب أيضا بشجاع الدين واختيار الدين وسيف الدين، لأنه كان يدافع عن الدين الإسلامي. ويمكن تلخيص الأحداث التي عرفتها الإمارة العثمانية خلال عهد أوراخان في 3 نقاط أساسية. أولا الدخول إلى مدينة بورصة سنة 1326، هذه المدينة التي ستصبح عاصمة الإمارة العثمانية لحسن موقعها الجغرافي ودعمها لوجود العثمانيين في غرب الأناضول والتوسعهم في هذه المناطق. ثانيا أوراخان
قام بزواج من ابنة ليكنا كوزينوس المطالب بأحقيته في العرش البيزنطي. هذا الزواج السياسي مكن العثمانيين من اختراق البيزنطيين من داخل أسرتهم، وحاول أن يحد من الصراعات معهم، واستغل هذه الفرصة للدخول إلى غاليبولي الواقعة على ضفة بوغاز الدردنيل، وذات المكانة الاقتصادية الرفيعة دون عناء. استغل في ذلك أحداث الزلزال التي وقعت في المنطقة سنة 1354، وهو ما دعم الوجود العثماني في منطقة الرملي. النقطة الثالثة، وهو تمكنت هذه الدولة أو هذه الإمارة العثمانية من تحقيق أهدافها التوسعية مع أوراخان، وبإحداث نظام إقطاع عسكري، وهي آلية كان الهدف من وراءها هو التخلص من جهة، التخلص من التزامات الدولة المالية، ومن جهة ثانية كانت آلية لتشجيع الهجرة إلى الرملي، كما اهتم بترتيب المناطق الداخلية وسن الأنظمة الإدارية. فاستتب له الأمر، واستطاع مع هذا الاستقرار أن يهتم بانتشار العمران وفتح المدارس وبناء المساجد، فأضاف بذلك خيرات السلم إلى فتوحات الحرب قبل وفاته سنة 1360. وحديثنا عن الجيش العثماني لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، لأنه هو أصل ما حققته الدولة العثمانية من توسعات. لقد تطورت القوة العسكرية لهذه الدولة الفتية، وخضعت لمجموعة من التغييرات منذ بداية الدولة إلى نهاية القرن التاسع عشر. فبعد أن كانت الدولة أو الإمارة العثمانية تعتمد في بدايتها على ما تستطيع استنفاره من القوات، وخاصة الفرسان الرحل الذين ينتمون إلى مختلف القبائل التركمانية في منطقة الأناضول، وبالرغم من الحافز الديني الذي كان يحفز هؤلاء على الانخراط في المعارك التي تخوضها الدولة العثمانية، إلا أن هؤلاء كانوا لا يدينون بالولاء التام للدولة العثمانية، بل كانوا تابعين دائما لرؤساء القبائل التي كانوا ينتمون إليها، بالإضافة إلى عدم انضباطهم. إذن وهكذا جاء الاهتمام بخلق جيش منظم، جيش سيكون سببا في التوسع الإمبراطوري واكتساح مناطق واسعة من القارات الثلاث. وهكذا ظلوا يحملون هذا الجهد وهذا هذه الدوافع للدفاع والتوسع وفتح مناطق أخرى لنشر الإسلام. إذن كان من أهم أعمال أوراخان هو تأسيسه لهذا الجيش الإسلامي، وقد حرص على إدخال نظام جديد لهذا الجيش وتطويره وتحديثه حتى يؤدي دوره على أحسن ما يرام. فقام بتقسيم الجيش إلى وحدات، كل وحدة تتكون من عشرات أشخاص أو مئة أو ألف، وخصص خمس الغنائم للإنفاق منها على هذا الجيش، وجعله جيشا دائما وليس استثنائيا غير في فترات الحروب، فقد كان قبل ذلك لا يجتمع إلا وقت الحرب. كما أنشأ مراكز خاصة يتم فيها تدريب الجيش والارتقاء بالجنود وتعليمهم مهارات القتال. لقد احتل هذا الجيش مكانة بالغة الأهمية في حياة الدولة العثمانية، فهو من ناحية أداة للحكم والحرب معا، إذ كانت الحكومة العثمانية جيشا قبل أن لم تكن الحكومة العثمانية جيش منظم بهذا الشكل، وأصبح اليوم جيش منظم له نظم خاصة به. فاستطاع أوراخان أن يقوم بتكوين جيش من مجاهدي النفير الذين كانوا يسارعون لإجابة الجهاد في كل مرة، وكان هذا الجيش يرجع الفضل فيه إلى إحداث
ما إلى أهم الأحداث الكبرى التي عرفها التاريخ العسكري العثماني، وإحداث أيضا نظام خيالة يعرف باسم مسلم، واعتمد هذا الجيش على عناصر مسيحية، ويعتبر هذا نقلة مهمة في التاريخ العسكري للدولة. تمكنت الدولة العثمانية بذلك من ابتداء وخلق طريقة غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي، بمعنى أنها استطاعت أن تحول من هزموا في الحرب ضدها إلى مدافعين عنها، بأخذ الشبان من أسرى الحرب وأغلبهم مسيحيين، وفصلهم عن كل ما يذكرهم بجنسهم وأصلهم وتربيتهم وعقائدهم، ويربون تربية إسلامية عثمانية بحيث لا يعرفون أبا إلا السلطان، ولا حرفة لهم إلا الجهاد في سبيل الله. ولقب بياني تشاري، ويكتب بالتركية ياكي جاري أي الجيش الجديد، ثم حرفت هذه التسمية باللغة العربية إلى انكشاري، وهو الجيش المعروف بالجيش الانكشاري الذي أصبح الكابوس المجعز لأوروبا طوال القرون اللاحقة. وسيكون هذا الجيش بدوره هو من أهم عوامل توسع وامتداد الدولة العثمانية، كما سيكون خروجهم فيما بعد من أهم أسباب ضعف هذه الدولة. نتوقف في هذه الحصة في هذا الحد، وعلى أمل أن نلتقي في الحصة المقبلة لنتابع أحداث أهم سلاطين الذين سيتولون الحكم بعد أوراخان.